هيا اقتلوا هذا التركي. ماذا قلت أيها القائد؟ إن اقتربت خطوة مني سأقتلها. هيلان ابنتي، أرجوك سيدي اترك ابنتي. ارمي سيفك، قلت ارمه. يا إلهي، سأذهب أنا وهذه الفتاة، وإن لحقت بنا فالفتاة ستموت. اتركها وأخذني أنا ابنتي، أرجوك اتركها وشأنها. هيلان ابتعدوا، هيلان ابقى مكانك. مكتوب أنهم توصلوا إلى الصلح وأنت تخبئ عنا. هذه هي الفرصة لننقذ نويان. إذا لم يعيدوه رغم الصلح اذهب وهجم عليهم، وهكذا سننقذ نويان يا تانغوت. أرطغرل كان بطلا حين أخذ عبد الرحمن من أيدينا. نويان سوف يموت، سيدفع ثمن الحماقات التي فعلها. افهم ما قلت، نويان قد انتهى الآن. ما تفعله يوقظ الأرواح المقدسة يا تانغوت، وطريقك هذا سيغضب الأرواح التي تحت الأرض. وقبل موتك ستأتيك أصوات قوية، بعد ذلك تموت. كفى كهراء، لقد سمعت ما فيه الكفاية. اسمعوني جيدا، لقد سافرت مع سيدنا جنكيز خان وواجهت أسرة شيع في الصين، وكان جنكيز خان مريضا، كان على فراش الموت، ولكنه لم يخبر أي أحد بمرضه، واحتمل الموت من أجل النصر ثم مات لأجلنا نحن. وكما مات جنكيز خان بشرف، نويان سوف يموت، سوف يموت بشرفه ويدفع ثمن الأخطاء التي فعلها. يا محاربي دودور غاولكاي، يا أبطال المعارك، ويا أهالينا الكرام، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا حضرة الأمير سعد الدين كوبك، حضورك شرف المخيم. والآن أعتى أعداء دولتنا وسلطاننا المجرم نويان منهار تحت أرجل المحاربين. مجيئك إلى مخيمنا اليوم أثناء دفع المجرم ثمن جرائمه قد شرفنا وجلب لنا الصفاء. شكرا لك سيدة هيمة، وأنا أيضا قد ازددت شرفا بوقوفي أمامكم. عندما علمت أن عديم الأصل هذا وقع في أيديكم شكرت الله تعالى، فمن بين هذه الجبال التي لا أول لها ولا آخر منحتمونا النصر بشرف،
لكم مني تقدير يليق بكم، وإلى الأبطال الذين أسروه أظهر شكري الخالص لهم. أتيت باسم السلطان علاء الدين كيكوبات كي آمركم أن توقفوا الإعدام. اقتله يا سيدنا! لقد أعلن القائد أوغاداي الصلح بيننا وبين المغول، وهذه الحرب الدموية بعد هذه السنوات قد وصلت لنهايتها، وبعد اليوم لن تراق دماء السلاجقة ولا حتى المغول. يا إلهي! يا حضرة الأمير، من بعد إذنك عندي سؤال لك. ما هو مقابل هذا الصلح؟ بفضل شاب مثل أرطغرل نحن نعلم جيدا كيف نقيم صلحا مع عديمي الأصل هؤلاء، وكل الاحترام لمحاربيك الأبطال دائما. كنت تسألني ما مقابل الصلح؟ مقابل الصلح دفعه شهداؤنا بدمائهم، وسوف يتم تبادل الأسرى بيننا، وهكذا سنؤسس للصلح. ومن بين الأسرى الذين سيستبدلون نويان المجرم. أيها القائد، هؤلاء رجال ذاك التركي. ابتعدوا وإلا قتلتها. أشكرك يا الله، فهذا ما انتظرته. اقتلوهم جميعا! اقتلوهم! حليمة ابنتي، أنا أسألك، لما أنت هنا؟ أنا أعلم أنت من نسل السلاجقة وعروس ابن سليمان شاه، لكن ممن أخذت الإذن لتأتي إلى هنا؟ أخبريني. كنت أريد رؤية السيدة أيتولو ولهذا جئت. سيدي،
سعد الدين كوبيك جاء إلى المخيم مع جنده. ماذا؟ سلطانة حليمة، هيا تفضلي بالجلوس. السيدة أيتولون ستأتي للحديث معك. بانو شيشيك، اهتمي بالسلطانة حليمة. هيا ارحلي في الحال عن خيمة سيدي. ولماذا ساعدتني؟ سلطانة حليمة، أكن لك احتراما، فلا تجعليني عدوة لك. اذهبي من هنا، اضطررت أن أكذب على سيدي من أجلك. لماذا كذبت عليه من أجلي؟ ما الذي تعرفينه وتخفيه يا بانو شيشيك؟ قلت لك اذهبي سلطانة، وإلا سوف يزداد الوضع سوءا. والآن لم يعد لنويان وجود، وسوف ننتصر، وقائدكم الذي سيجلب النصر هو تانغوت فقط. والآن إن كان أحد منكم عنده اعتراض فليخرج أمامي كالرجال ويواجهني. الحمد لله أنه قيم بين الدولتين صلح بعد حرب. كنا ننتظر هذا اليوم، لكن يا حضرة الأمير، في هذه الحالة فتبادل الأسرى بين جنودهم وأبطالنا أمر ممكن، لكن المغولي هذا قد قتل إخوانا لنا، وقتل أمهاتنا وأخواتنا دون أي رحمة، وسينال جزاءه في هذا الميدان وأمام الأهالي. سلطاننا علاء الدين كيكوبات يعتبر العصيان والتمرد عند التركمان كالبطولة تماما، وهو يعرف طبائعكم وأنكم أبطال على الدوام، لكن رجال الدولة كانوا يستمعون إلى مشاكل الأهالي وما يعانونه من ظلم، ويقفون دائما إلى جانب إخوانهم القادمين من نسل الأوغوزي الأصيل، ويعرفون بأن هذا المجرم قد ظلمهم، وأنا أعلم بذلك. أعلم أن عديم الرحمة هذا قد آذى أطفال القبيلة وآذى النساء وعذبهم، ولكنني أريد أن تعلموا أن هذا الرجل عديم الشرف والأصل، ولكي تتخلص دولتنا منه ومن أمثاله فالصلح مطلوب. نحن نريد استبداله بثلاثة من قادتنا، رغم أن هذا الرجل لا يساوي شعرة من شعر قاداتنا، ولا أحد سنسمح له أن يعيق قرارنا وأن يخرب الصلح معهم. نريد العدالة.
نريد العدالة. نحن لا نستطيع تسليمك نويان أبدا. نريد العدالة. نريد العدالة. حضرة الأمير سعد الدين كوبيك. السيد كوركوت. سيدة هايمة. نويان قتل منا الكثير، لكن هذه المسألة لا تناقش أمام الأهالي وأمام الفرسان الذين تغلي دماؤهم، وقراراتنا لا تعطى هنا. عقلك الراجح هذا يعطي الطمأنينة يا سيد كوركوت. أوقف تنفيذ الإعدام ولنذهب لكي نتشاور في المسألة. هيا انهضي يا أختي، تعالي معنا انهضي. الصلح مطلوب، وأنا مجبر على أخذ نويان واستبداله بأسرانا سيد كوركوت. وإلا سيموت أناس آخرون والأوضاع سوف تتدهور. الصلح على ذلك التراب سوف يكون بمثابة الحلم. سنتشاور في هذه المسألة مع بعضنا. ما الذي سنتشاور به سيد كوركوت؟ لن يخرج هذا القاتل من مخيمنا حيا أبدا، لن نسمح بهذا. هل نواجه الدولة التي نحارب معها؟ هايمة اسمحي لي، سنتشاور في هذه المسألة في خيمته. أنا وجنودي هذا اليوم سننزل دار المسافرين، أنتظر أخبارا سارة منكم. إن شاء الله سنسير سويا على طريق الصلح. سيد كوندوكدو، خذوا عديم الأصل إلى خيمة السجن. ماذا قلت لك أنا أيها الذكي؟ قلت لك ليس عندكم قوة على قتلي، ولن تفهم.
ستخرج من مخيمنا جثة. منك أيها الطائش، كم أنك ساذج، ليس عندك أي خبرة، مجنون وبلا عقل. نويان يعرف كل شيء ويعرف علاقتنا ببعض، وكل جهد بذلناه في السنوات السابقة من أجل الإمارة في خطر. نويان لم يعد يمثل خطورة على أحد، فأنا لا أخدع أبدا جوموش. هل تعلم هذا الأمر أم لا؟ أنت لا تنسى مهمتك وحقق لنا الصلح معهم. أريد أن تكون مرهما لجراحهم حتى أخذ نويان وأذهب بسرعة. أنا أنتظرك في دار المسافرين اليوم. أحضر الخاتم معك. إياك أن تقول لي إنك لم تأخذه من سونغور. سوف آتي لزيارتك اليوم. أظن أنك ستستفيد من قذارتك هكذا. ماذا تريد أن تقول سونغور؟ أنا لا أفهم لما هو متأكد أنه لن يموت. هل عندك خبر بالصلح؟ أرأيت الذكي؟ إن كان يعلم بأمر الصلح فهو يعلم إذن بأمر وصول الأمير سعد الدين كوبك إلى هنا، لهذا خطف سيلجان ورماني في هذا الفخ. أنت إنسان وضيع نويان. لقد اختبأت خلف هذا الصلح، وبعد ذلك سوف أخرج حيا من هذا المخيم، وسوف تبدأ حربي من جديد. سونغور، انتظرني في الخارج يا أخي. الأمير سعد الدين ينتظرك في دار المسافرين سيد سونغور. قوة الأرواح كانت في جانبك دائما أيها الذكي، ولكن أتى الصلح الآن وسوف تنفذه، وستفقد رجولتك بالكامل. الصلح لعبة من أجل خداع الضعفاء. سيأتي يوم وينتهي، وعندها ستجدونني في مواجهتكم. أنا سوف أفعل كل ما أستطيع فعله كي لا تخرج من المخيم نويان. ألقي بكل ما ستفعله خلفك. سأمحيكم من على وجه الأرض. سوف أمزق أرطغرل وزوجته وأمه وأمحي أثرهم.
كيف أنقذ؟ إنهم أبطال حقا. نشكر الرب. حبيبتي، ها هم المحاولون أعدوك إلينا سالما. لقد تغلبوا عليه. حسن إنهم أجل. طردنا المجرمين وأنقذنا الناس منهم. الحمد لله، حماكم الرب بني. آمين. كما رأيت سيد أرطغرل، هذا التراب مبارك، وهؤلاء الأهالي المظلومون ينتظرون سيداً يعلي صوت الحق، يكون فاتحاً يحكمهم بالمحبة والعدالة. إن شاء الله عندما يأتي الوقت، أنت ومحاربوك وأهالي الكاي الأشراف ستقيمون وطناً هنا. إن شاء الله درويش محمود. سيدي، إيدك. لقد تحسنت يا تورغوت. الحمد لله. الهواء والماء نفعانا هنا. هذه الأرض كل شيء فيها مبارك. سننزل الهزيمة بالأعداء وننتصر. وكما قال الدرويش محمود، أرجوك سيدي دعنا نفتح هذه الأرض بسرعة. إن شاء الله سنعود في أسرع وقت. درويش محمود. نعم سيدي. ماذا سيحدث للأهالي؟ ما حدث سوف يعرف قريبا، وحياتهم أصبحت في خطر. أهلا بك سيد سونغور تيكين. أخيرا وبعد عناء نلت شرف رؤيتك وجها لوجه. تفضل اجلس. لقد كان عندي فضول كبير من قبل أن أعرف من هو الجاسوس عند السلطان علاء الدين. وهذا الجاسوس ولد سليمان شاه الذي ظننا بأنه قتل. من كان يظن هذا؟ من الصواب أن يخبئ السلطان هذا الأمر، لكن أحدا داخل القصر يعرف من أكون أنا. ولو لم يعلم أوغاداي بالأمر لكنت بقيت في المهمة الآن. المهمة. الكلام لا يعبر عن احترام لمهمتك هذه سونغور، لكن أريدك أن تعلم أنه بعد أن وصل خبر ما حدث إلى القصر، كم هو عدد الرقاب التي قطعها سلطاننا عقابا على هذا الأمر. إن قصر السلطان مكان مبارك ولن يحوي الخونة. إن شاء الله سيطهر منهم. عائلتي ظنوا لسنوات أني مت، أمي وأبي وإخوتي كانوا يحبسون الألم. سلطاننا لم يكن على علم أني عند المغول، ولكن أحدا ما في القصر أخبره عني. أصبح كل شيء في الماضي.
والمعلومات التي أعطيتنا إياها بخصوص المغول أوصلتنا إلى هذا الصلح. أقدم لك هذا باسم دولتنا. فأمتنا جميعها ممتنة لك. أشكرك. علم الجميع أنك جاسوس لدولتنا وانتهت مهمتك. أريدك أن تعيش بأمان في مخيمك وأن تعود محاربا، هذا حقك. لكن من أجل الدولة ومن أجل الصلح ستحمل على عاتقك حملا كبيرا. انتبه إلى سادة القبيلتين وأبقهم على طريق الصلح الذي اختارته دولتنا، وإلا ستكون العاقبة وخيمة، ولا أحد حينها سيعلم إلى أين تتجه الأمور. لمصلحة دولتنا وأمتنا سوف أفعل كل ما يلزم سيدي سعد الدين كوبيك. بعد إذنك. كان الله في عونك يا بني. جنكيز خان لم يترك بطلا من أبطاله وراءه من قبل، ونويان هكذا. أما أنت فلا تساوي شيئا أمام نويان. دانغوت، سعد الدين كوبيك يريد رؤيتك الآن. دعنا نأخذ استراحة. استراحة. شكرا لوغان. تفضل. لا أشكر. لقد أسعدتم الأهالي هنا بحضوركم. أثابك الله بوقوفك ضد الظلم. آمين. يا إخوتي، تذكرت كلام الشيخ كرماني حين رأيت الأهالي وما حل بهم. نعم معك حق. يا إخوتي، أقول ما رأيكم أن نقوم بالتجارة في أوقات فراغنا؟ التجارة لا تليق بحامل السيوف. لما تقول لي هذا؟ استطعنا حمل السيوف ألا نحمل الدراهم؟ وهذا الأمر ليس فيه قتل وموت. ما العمل الذي يناسبك؟ ماذا ستبيع؟ لا تقل هذا يا أخي. سأمشي بين الجبال وأحصد المجرمين ثم أبيعهم وسأتعلم. أن تكسب من التجارة يا أخي، فكي تتاجر يجب أن تعرف ما الذي يحتاج إليه المشتري، ويجب أن تتعلم المهارة في البيع. يا أخي،
لم أعلم بأن التجارة يلزمها التعلم، وإلا لتعلمتها في أوقات الفراغ. نحن لا نفهم في التجارة ولا في الزرع والحصاد، لكننا نعلم شيئا واحدا، أن نسلم الأمر لأهله. ولو كنا بحارة في البحر لكانت الأنهار قد صبت عندنا، أي لو كان لنا وطن لكان الحرفيون الآن والصانعون والتجار انضموا إلى هذه الدولة، وسنعمل سويا كي نرفع راية دولتنا في الأعالي. المسألة الهامة يا إخوان هي ليست كسب الدراهم، بل هي المشاركة وكسب الرزق الحلال فقط، وهذا سوف يعطي البركة لنا. والآن لتكن الأرض والسماء شاهدين بأننا سوف نواجه كل ظالم في هذه الأرض أيا كان، وسوف ننشر العدالة بين الناس ونعطيهم الحقوق. سلمت سيدي. سلمت سيدي. سلمت سيدي. إن تركنا نويان هذا حر فسوف يعود إلى الحرب، وسوف نخسر نحن الصلح. واضح أن هذا سيحصل، وهذا آخر شيء أقوله. السيد غوندوغدو محق، لا يجب أن نبتعد عن العدالة والأعراف. فهل العدالة أن نترك نويان المجرم حرا أبي؟ لا تؤاخذوني. من الممكن للعدالة والصلح والأعراف أن يجتمعوا سويا، لكن كي يجتمعوا نويان سيتم إعدامه. لقد عانينا كثيرا بسبب هذا الرجل، وضحينا بأبطالنا وأرسلناهم للقبض على عديم الأصل هذا لكي نقيم القصاص عليه، فكيف نتركه يذهب هكذا؟ أنا لا أتقبل حتى طرح الموضوع. ومحاربونا لم نقم وزنا لنضالهم وكفاحهم وأرواحهم، وتجاهلنا الأطفال الذين تركوهم وأمهاتهم وأزواجهم وآبائهم الذين يبكونهم. أفضل المحاربين الذين خرجوا معنا في الغزوات والحروب هؤلاء الأبطال، كيف سننظر إلى وجوههم بعد ترك هذا المجرم حرا؟ الدولة ستطاع، وهذا هو ما يجب علينا فعله. ماذا تقول أبي؟ السيد كوركوت محق سيد تودكين، فنحن مجبرون على أن نفكر بعقلنا الآن. ماذا؟ ما الذي تقوله يا أخي؟ فأنت وكل إخوانك الذين أسروا منهم وفعلوا بهم ما فعلوا، ماذا تقصد؟ هل سنسمح لعديم الشرف أن يذهب؟ لا أصدق أنك تقول هذا الكلام. أسمعت أذنك ما قال لسانه؟ سيد غوموشتكين، هل هناك شيء تقوله؟ أنا مستعد أن تقطع رقبتي مقابل قطع رقبة نويان، ولكن هذه المسألة يجب أن تناقش بعقلانية ودون تهور منا. إن فكرنا بشكل سليم سنصل إلى الصلح، ومن أجل الصلح يشترط أن نمحو من قلوبنا كل الضغائن. أي ضغائن تتحدث عنها سونغورتيكين؟ هؤلاء قد أحرقوا ابنتي أمام عيني، وقتلوا إخواننا، وعذبوا أخواتنا أيضا. فإن لم نأخذ بثأرنا فلن نعيش أي سرور، ولن تذهب الضغينة من قلوبنا. هذا الكلام هو تمرد على أمر الدولة،
ديلديمير، هل تعي ما قاله لسانك الآن؟ ها؟ يا أسفي عليكم، أتيت إلى هنا وظننت أنكم ستقفون مع العدالة والأعراف، ولكنني الآن عرفت أن الخوف يجري في عروقكم. يا أسفي عليكم. تدكين، غدا في الصباح نجتمع ونأخذ القرار. ها، عدالة وأعراف ومجلس وسادة القبيلة فسدوا، ولكن أنت متى أصبحت هكذا أخي؟ أفضل أن يحضر الأمير سعد الدين. حتى يرى بعينيه آلامكم وليسمع بنفسه قرارنا أيا كان. سيدي، رأيتك خرجت غاضبا. هذا الجبان قد كبر ولم يعد يعلم ماذا يفعل أبدا، والآن هو يضع شرفنا تحت التراب. لا تقل هذا، فهو أبوك. قال إنه سيسلمهم نويان غوكجي. كيف يفعل هذا؟ أبي تغير بعد وفاة أمي، لم أعهده بهذا الضعف من قبل، وسونغور تيكين أيضا يقف معه. غوندوغدو أخطأ بإحضار نويان إلى هنا، لو كان الأمر يعود لي لقتلته وجلبت رأسه، ولو كنت سيدا لما سلمته لأحد. كل شيء وله وقت وسوف يأتي. ما الذي تقوله يا أخي؟ أنت تعلم ما فعله بك وبعائلتك وما فعله بأرطغرل. بالتأكيد أعلم، ولكن مصلحة الدولة هي الأهم الآن. هذا الصلح سيجعل دولتنا أقوى. أي صلح هذا الذي تتحدث عنه يا أخي؟ تعرف جيدا أفعال المغول، لا يريدون صلحا، وسوف يهاجموننا ويصبحون أقوى من ذي قبل. يا أخي، المغول لا يريدون الصلح، وهذه حيلة منهم لكسب الوقت. كن واثقا من أنني لست أعمى، وأعلم أنها مراوغة وخدعة منهم، ولكن لا يجب علينا أن نستسلم للغضب. لو كان السيد أرطغرل هنا فلن يترك هذا الوضيع، وكل من عاش معنا الألم لسنوات يعلم أن نويان لن يتوقف عن القتال. حتى طفل حليمة يعلم بأنه يريد قتله. هذا كلب مجرم ومشؤوم، وهو يعلم كل نقاط ضعفنا، ويعلم جيدا أننا نحب بعضنا كثيرا، ولهذا قرر أن يوقعنا في هذا الفخ. لا يمر علينا يوم دون أن نقحم في مشكلة أعقد من التي قبلها. هذا صحيح يا أبي،
لا أحد يستطيع تحمل أمر الخاتم. سعد الدين كوبك سيأخذ ما يريده. لم يعد هناك أي مانع من تأسيس إمارة القبائل أخي. السلطان علاء الدين يستعين به، وربما يكون هو أهم رجل في القصر يا أيتلون. ولكي يأخذ نويان أتى هو وجنوده إلى المخيم. ما الذي تريد قوله يا أخي؟ واضح بأنه لم يأتي للتنزه يا أيتلون، وإن أخطأنا سيدهسنا تحت قدمه. أحضري لي الخاتم، سأذهب لمقابلة سعد الدين كوبك هذه الليلة. ونويان، ما هو وضعه؟ إن أمر قتله قادم، أنا واثق جداً من هذا الأمر، ولكن نويان يعلم جيداً علاقتنا بالقصر وكل شيء. يجب أن نفكر بحكمة، وسعد الدين كوبك أيضاً يعلم كل شيء عنا وسيعطينا الإمارة. أنا أريد الخاتم اليوم، ولا تضع السم لزوجك. سوف أتخذ القرار بعد حديثي مع كوبك في هذا المساء. لو لم تأتي بانو شيشيك، ماذا كان سيفعل السيد كوركوت بك؟ من الآن فصاعدا يجب أن تبتعدي عن الأمر. أنت حامل وهذه الأمور ستؤذيك. بل أنا سأبقى بجانبك دائما سيلجان، لن أتركك. أختي حليمة أرجوك لا تجعليني أندم على قولي. هناك شيء غريب في بانو شيشيك، تعرف أشياء لكنها تخبئها. يبدو أنها عالقة بين الشبهات التي تراها وبين حبها لسيدها. يجب علينا ألا نتخلى عن الأمر سيلجان. حليمة، سيدي ذهب إلى أرتوك ليعطيه دمه، هل تريدين شيئا سيدة أيتلون؟ لا لا أريد شيئا، هيا اخرجي. ليدفع الأهالي ضرائبهم من هذا المال، ومن يستشعر منهم بالخطر ليذهب إلى الأراضي السلجوقية ويعيش هناك، وإن شاء الله
بعد وقت قصير سيعود إلى أرضه. فليبارك الله بك سيدي. شكرا درويش محمود. أما نحن في الصباح الباكر سنعود إلى القبيلة، فعلنا أشياء جيدة في زيارتنا. كما قلت سيدي، القائد الذي سيغزو هذا المكان لن يكسب هذه الأرض فقط، بل سيكسب قلوب المؤمنين جميعا. نحن يكفينا أن يحمي هذا القائد الأهالي هنا من الظلام. ندعو الله أن يوفقه وأن يسدد خطاه، هو ورجاله الطيبين. آمين. 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 لماذا لا تخبرني ما الذي حدث بالضبط سيد سعد الدين كوبيك؟ ألا تريد أن تثق بي؟ في البداية سونغور تيكين، وبعدها أردت خاتم أوغوز خان، والآن نويان. حصلت على ما تريده. أخبرتك في رسالتي، لم يبقى أمامك عائق لحكم القبائل. ونويان، كيف عرف بالمسائل التي بيننا؟ لقد طهرت القصر من المغول الآن جمشتيكين. ألا تعرف بأن هذا السافل نويان هو بلاؤنا الأكبر؟ فعندما يصبح حرا سيفعل أي شيء ليوقعني في فخه. لا أفعل هذا لأجله جمشتيكين، من أجل الصلح سيبقى نويان حرا، وأنت ستفعل ما بوسعك في المجلس، والباقي هو عملي. الخاتم معك؟ لما أنت متأكد أن نويان لن يعترض طريقي في المستقبل؟ رأينا جميعا ماذا فعلوا من أجل هذا الخاتم. لقد خطف زوجة غوندوغدو وكان سيقتلها من أجله. نويان لن يعترض طريقنا أبدا. هذا الذهب من أجل الإمارة. إن ظهر أمامك أحد يعترضك فهذا الذهب كاف ليقنعه أو يسممه أو يقطع رأسه بسيف أحدهم. أما الخاتم فسيفتح لنا أبوابا كثيرة ويعطينا مرادنا. والآن أعطني هذا الخاتم. هيا اذهب، ولا تسمح غدا لأسياد قبيلتك أن يفسدوا الصلح، ولا تنسى إن لم تكن الدولة فإمارتك لن تكون.
الحزن على العدو سيجعل منك قطعة في حذائه. إن تركنا ذلك الكلب يرحل، تعلم جيدا ما الذي سيفعله في القبيلة يا أخي. قابلت اليوم الأمير سعد الدين كوبك في الخان. لا تنتظر مني أبدا قرارا أجعل فيه قبيلتي تحت الخطر. ثم ما الذي يريده هذا الأبله سعد الدين كوبك؟ أمي، دولتنا أرادت الصلح، وسعد الدين كوبك جاء إلينا لينفذ الأوامر، ونحن يجب علينا الاستجابة، لا نستطيع أن نمنع ذلك. أما عن السافل نويان فإن دولتنا لن تتركه وشأنه أبدا. ثق بكلامي، سيأتي وقت ويدفع فيه الثمن، وإن لم يكن الآن فبعد حين. التاجر عبد الرحمن يريد أن يراك. فليدخل. طلبت مقابلتي سيدي سعد الدين كوبك. إن المحاربين يصبحون عندما تنتهي الحروب كسمكة تركت الماء. تعلم أن المغول لا يصالحون. بالطبع أعلم، ومن أجل هذا طلبتك. ماذا تريد؟ سوف آخذ النويان من الكاي، ويجب علينا أن نتخلص منه سويا. ما الذي تقوله؟ أعد خنجارك إلى مكانه، ولا تحاول إقناعي بأنك مخلص له. نحن الاثنان نعرف الآن جيدا بأن نويان أصبح خطيرا ويجب التخلص منه بسرعة. إياك أن تلعب معي حتى لا تدفع الثمن. هل تعرف كيف أراك يا تانغوت؟ أنت رجل مخلص لأوغوداي، وليس لرجل كقائدك الأرعن نويان. حتى عندما علم بشأن الصلح لم يتخلى عن إيذاء الناس، ذهب ليسلم رأسه لجوندوغدو بنفسه. إن لم يكن الصلح موجودا كما قلت الآن لكنت مسرورا بتنفيذ حكم إعدامه، ولكني مع الأسف من أجل الصلح أصبحت مجبرا أن أخذه من الكاي. ولكن عند اختيار القادة الجدد أريد أن أتشارك معك لا معه. والأموال المهدورة على حرب أوغاداي سوف نستفيد منها معا، وإن عاش نويان سوف نخسر نحن الاثنين. ما الذي تريده مني؟ اقتل نويان وكن أنت القائد تانغوت. سنعمل سويا إذن. وافقت. لن نعمل سويا، فقط اقتل وكن أنت قائدهم، هكذا فقط. ولماذا سيجعلني أوغاداي قائدا بدلا عنه؟ أحب الأشخاص الأذكياء، سوف يكون تعاوننا جيدا معا.
أنت لم تجبني بعد، لأن ما يريده أوغاداي بيدي، وإن أعطيته لك فسوف يعطيك ما تريده. وما هو؟ إنه خاتم الأوغوس. الخاتم الذي سيعدم نويان لأجله معك أنت. وماذا تريد في المقابل؟ أنا سوف أعطيك هذا الخاتم لتصبح القائد، لكن بعد أن تقبل بشروطي كلها. قل ما هي شروطك. يا رب. أيعقل هذا سيد أرتوك؟ من يتسلط على نسائنا وأطفالنا ويقتل الرجال منا، يناقشون وضعه كي يصبح حرا؟ لما يفعل السيد سونغورتيكين هذا؟ عقول الأفراد لا تستطيع استيعاب أفعال الدولة. ديلدمير، ليس هناك كلام بيننا، لقد أذيتني بكلامك فلا تؤاخذني يا سيدي. أتمنى ألا يسمع كلامك أعضاء المجلس، وأن يقطع رأس ذلك السافل غدا بعد اجتماعكم. ألمه ما زال جديدا سيدي. أعلم، وهذا هو ما يحزنني. أحيانا يكون بدل الحق أكبر من بدل الباطل سيدي، ولكنني سأكون بجانبك في الاجتماع. شكرا لك. تكلمت مع السيد سعد الدين، الطريق الوحيدة هي طريق الصلح، ومن أجل تنفيذه يجب أن نترك نويان. ولكنه لن يبقى ساكنا بعد تركه. أنا أعرف هذا، وسنأخذ احتياطاتنا نحن وأرطغرل. سأفعل ما بوسعي سيدي. تقبل الله يا ابنتي. آمين. شكرا أمي. عدة سنوات أمضيتها منتظرة عودة سيدي سليمان شاه من الحروب وهو سالم، ليتخلص أولادي من بلاء حل بنا. الانتظار صعب. قلت هذا قدر نساء الكاي، وأنا أتيت راضية إليكم. يكفي أن يفتح طريق سيد أرطغرل ويعود إلى القبيلة ويحمي ابنه. قهر الفراق دائما يعطي جمالا للقاء. سوف أبقى معك حتى موت أمي. ابنتي حليمة، سليمان شاه حين أتاني في المنام قال لي
هيمة، قدر الناس كلهم أن يموتوا، ولكن من يعيش في هذه الخيمة يكتب له الموت في كل يوم. أرطغرل. أبي. أرطغرل. أبي. أبي. بحيرة الهزار إلى الأخلاط، ومن الأخلاط إلى حلب، ومن حلب إلى أرزروم. تجاوزت كل الصعاب، شرفت هذه الأماكن، وشرفت قبيلتك، وأصبحت فخرا لهم. الإسلام اعتز بك بني. أنا سرت على طريقك أبي، وسأستمر في التقدم. إن الكاي والطريق الذي اتبعه كل أبناء الأوغوز قد أوصلك إلى هذا النور اليوم. اتبع هذا النور أرطغرل، وتقدم حتى يبقى نسلنا في الأرض، وحتى تفتح لهم أبواب أمل جديدة. ابقى كما أنت، واجعل أولادك ينعمون بنصرك، ويكملون ما بدأنا به. من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، ومن كافة أصقاع الأرض، سوف تعم العدالة وينتشر الأمان في هذه الأراضي.
ابنك عثمان سوف يغير مستقبل الأتراك وسيطرد الأعداء من هذه الأراضي. سيجعل الله واحدا من نسلك مباركا ويعطيه القوة ليرث بطولاتك. لا تنسى بني، الولد سر أبي. كان الله في عونه وفتح له الطريق. أبي، أبي، عثمان. كيف تعقدون مجلسا وتجتمعون للبت في أمر ذاك المجرم أبي؟ أتريد ترك الحقوق؟ الكل يطلب الحق يا بني، لكن ليس كل شيء يؤخذ بالغضب، ويجب أن نفكر ونتشاور في المجلس. المجلس؟ أي مجلس؟ ستتناقشون في أمر الظالم الذي هدر دماء المظلومين وتجعلونه حرا؟ سعد الدين كوبك سيفعل كل شيء لكي تفعلوا ما يريده. لن أشارككم هذه المعصية أبي، وسأدع قرار المجلس لكم. الأمير سعد الدين كوبك هو ضيف قبيلتنا اليوم، وقد حضر ليسمع رأيكم في هذه المسألة عن قرب، فهل تأذنون له؟ ليتفضل بالدخول حتى يرى أوجاعنا وآلامنا الموجودة في داخلنا. فليتفضل بالدخول. يبدو أنه لم يرى آلامنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سادة، أتمنى أن يكتب الله الخير في قرار مجلسكم. آمين. شكرا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذو 99 اسما، الله العظيم صاحب الأفضال علينا، نفتتح المجلس. الأرعن قد اشتد غضبه، لا يستطيع تهدئة نفسه. أرى الشر يخرج من عينيك أيها الطائش. هو رجل قاتل، ونحن لا نقبل أن نعفو عنه أبدا. نعم، لن نقبل بهذا، وهذا يتعارض مع ديننا وعاداتنا. كلامه صحيح، نحن لا نقبل حتى أن يعقد مجلسنا لأمر مثل هذا الأمر. لقد وضعناكم أسيادا علينا لتحكموا بيننا بالحق، لا لكي نعفو عن المجرمين الذين قتلوا نساءنا وأطفالنا. يا سادة، لقد قتلوا أولادي، وبعد ذلك قتلوا ابنتي الوحيدة والطفل أيضا الذي في أحشائها، قد دفن في التراب قبل أن يرى الحياة. فكيف تريدون مني أن أعفو عن مجرم كهذا وأتركه يرحل؟ لا، لن أعفو عنه ولن أدعه حيا. وأنا معك. صحيح. نعم صحيح، لا يجب أن نتركه. صحيح، مجرم لا يستحق أن يعفى عنه. لن نتركه علينا. يجب أن يعفى. يجب أن يموت. القاتل يجب أن يقتل. يجب أن يموت. قال الله في كتابه: يا أيها المؤمنون ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السيد أرتوك على صواب، إن الصلح يجعل الوطن يكبر، أما طريق مواجهة المغول فهو طريق الهلاك، ولن تكون هناك فرصة لنعود منه. يبدو أن الشيطان يكلمك ويوسوس لك لأنك لا تسمع ما تقول من كلام. ديلديمير، لا أحد من السادة هنا يريد أن يكون نويان حرا، هذا ليس موضوعنا. يا سادة، لم أخبركم بالحقيقة حين عدت، وقلت إن المغول أسروني وأنني كنت أعتني بأحصنة أوغاداي. هذا ليس صحيحا. ما الذي يقوله؟ الصداقة التي أنشأتها مع نويان قادتني لأكون أقرب الناس إلى أوغاداي،
وكوني جاسوسا عند السلطان كنت أعيش مع هؤلاء الشياطين. ماذا يقول؟ أعرف نويان وجينكيز خان وأبنائه أيضا، ولا أظن أن أحدكم يعرفهم مثلي. كلامكم هذا هو الصواب، وليس نويان فقط، بل قتل الجميع من حقنا وحلال لنا كحليب الأم. لكن المسألة هي ليست انتقاما، بل مسألة حياة، وعلينا الآن الحفاظ على استقرار الدولة. هل كنت تظن يوما أن سفكك لدمائنا سوف يمر هكذا دون حساب؟ ها نويان؟ افعل كل ما ترغب فيه أيها الطائش، هيا اضربني حتى تنام في سريرك وأنت مرتاح، هيا اضربني عسى أن تخفف الغضب الذي يعتريك. قلت تريد أن تحاسبني على الدماء التي سفكتها؟ ها؟ ها؟ كانت دولتنا طالبة للصلح وإن اتفقت مع العدو على الأمر، فاعلموا أنها فعلت هذا من أجلنا نحن، ويجب أن نطيعها. ولهذا السبب نحن مجبرون أن ننفذ الأمر الذي اتخذته الدولة وأن نفعل ما يجب. وقفنا بجانب دولتنا في الحروب، ويجب أن نقف بجانبها أثناء الصلح. هذا غير معقول. كلامه معقول. الأمر صعب جدا. كيف نستطيع فعل ذلك؟ فلنترك القاتل حرا. يجب أن تنتهي الحروب. كلامه معقول. كفانا قتالا. الصلح أفضل لنا. نحن الآن يجب علينا أن نحل هذا الأمر، ولقد حان الوقت لأخذ رأي الأسياد، ولكن الحق ظاهر مثل ظهور الشمس في السماء. سنرفع أيدينا لاتخاذ القرار. من أجل الصلح، من أجل إعادة أسرانا الذين يقبلون بخروج نويان حرا من هنا، فليرفعوا أيديهم. بات من الواضح الآن أن سادتنا يريدون الحكم على نويان.
يجب علينا الاختيار بين الدولة والباطل. يا أسفي عليكم، لقد وقفتم مع الظلم. بعد الآن ليس لي مكان في هذا المجلس. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أتضرع إليك خاشعا يا حي يا قيوم، فأنت الحق وأنت القادر. ألتجئ إليك وأنا العاجز، فارحمني وساعدني يا من تسمع دعائي. يا ربي، إن حال أمتنا مزرٍ. الفتن شاعت بين الناس كلهم وابتعدوا عن إخوتهم. أتوسل إليك يا ربي أن تقينا شر أنفسنا وتبعد عنا مكر العدو. يا رب اغفر ذنبنا ونور قلوبنا بنور إيمانك الساطع. يا ربي اهدنا إلى طريق الصواب، ووفق حاكمنا القادم، وأعطه القوة ليهزم عدونا وعدو المسلمين، ويعلي كلمتك وينشر العدالة. يا رب أنعمت علينا وجعلتنا من أمة محمد، فاكتب لنا الشهادة على هذا الطريق، ولا تردنا عن بابك كي لا نغرق في الآثام. نسألك باسمك العظيم أن تجعل لنا نصيبا في النصر يا رب. آمين. 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 أشهد أن لا. أشهد أن لا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طريق السلامة سيدي.
سلمت يا درويش محمود، بارك الله بك وبأبنائك، فأنت صاحب فضل. شكرا لك. سوف تعود إلينا أليس كذلك يا سيدي؟ إن شاء الله سوف أعود في أقرب وقت. ليكن طريقك مفتوحا. أستأذنك. كان الله معك سلم. سيدي سلم. هيا بسم الله لنعود إلى القبيلة بسرعة. هيا خيرا. ما الأمر؟ ها هو الأمير قد أتى، انظر إنهم قادمون. أمير سعد الدين، إننا الآن نسلمك العدو الذي دخل إلى قبيلتنا، ولكن إن حدث شيء لأي أحد في قبيلتنا بسبب هذا الرجل فسوف تكون أنت المسؤول عن ذلك. سيد جندوجدو، تعلم أن دولتنا لا تنسى أحدا ساعدها ووقف بجانبها، وعلى الأخص إن كان من قبيلة الكاهي. ما الذي سيفعلون؟ لا أدري. دعه يا أخي. توتكين، كيف تعامل الأسيرة هكذا؟ أيليق هذا الفعل بسيد الدودورغا القادم؟ على السيد حماية أهالي قبيلته من مجرم كهذا، لا أن يتركه حرا طليقا. توتكين، المجلس أصدر القرار، وليس أمامنا ما نفعله سوى القبول. لقد فوتت الفرصة من يدك لقتلي أيها الذكي. يا حراس، لقد حذرتكم أليس كذلك؟ لم ينتهي الأمر يا نويان، ولن ينتهي بسهولة. نحن أبناء سليمان شاه، ولن نتركك حتى نحاسبك على كل أعمالك. هيا خذوه، هيا. ما الذي فعلناه يا أخي؟ قل سونغور، ما الذي فعلناه؟
لقد حررنا عدونا الذي تسلط على رزقنا وأذاقنا أنواع التشرد. سأقتل نويان أخي. فإذا قتلته قبل التبادل هذا سيضعف الصلح، وحينها لن نستطيع استعادة القادة. ولهذا بعد استلام قادتنا من أولئك الأوغاد سأقتل نويان. لا أستطيع تركك بمفردك، كيف أرسلك وحدك لقتل نويان؟ يجب علي الذهاب أخي، فأنت تعلم ماذا سيحدث إن بقي حيا. إذن أنا سوف آتي معك أيضا يا أخي، ولكن هذا الطريق صعب، لا أعرف متى أعود ولست متأكدا حتى من عودتي. قبيلتنا الآن بدأت تضعف ويجب عليك أن تكون هنا، لا يمكن أن تأتي. وأمك؟ أمي لا ينقصها الذكاء حتى تعلم ما هو سبب ذهابي. اذكروني فقط في دعائكم. انتظريني أيز، فسوف آتي لك. ديلديمير، ديلديمير، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
أرجوك يا رب اكتب لي نصيبا بولد يفرح قلبي لأعطيه لسيدي كوندوكتو، وسأربيه على طاعتك وأجعل منه بطلا كي يفتخر به. تقبل الله سلجان. شكرا لك يا أختي حليمة. سيدي كوندوكتو نام هنا منذ فترة، وأشعر الآن أني حامل منه. سلجان إن شاء الله. من الآن لن أحارب من أجل نفسي فقط، بل سأحارب لأجل ولدي أيضا. سوف أقاوم لأبقى حياة وأنجب ولدي. لقد رحل نويان وأولادي الآن سيواجهون الأخطار من جديد، ونحن مجبرون أن نفكر في حل ينهي الأمر. أين سونغورتيكين؟ قل له إني أريد الحديث معه. بني أين سونغور؟ ذهب أمي. قلت ذهب؟ وإلى أين؟ كيف تسمح له بالذهاب هكذا؟ كيف ترسله خلف جيش المغول وحده لكي يقتل المجرم نويان؟ أمي، كيف سمحت له بالذهاب كوندوكتو؟ أمي، نويان لن يتركك ولن يتركني ولن يترك أخي ولن يترك حليمة والطفل الذي في إحشائها. وسونغورتيكين يعرف هذا، ولقد فعل كل ما بوسعه كي يتركوه حرا. فعل هذا من أجل أهالي قبيلتنا. سونغور كان يريد أن يقتله منذ البداية أمي، لهذا السبب فعل ما بوسعه حتى نتركه. Thank you.
رب بارك لنا هذا التراب وهذه الشجرة، ودع جذورها تكبر وتتمدد لكي تنشر معها المحبة والمودة في هذه الأراضي، وليكن قدرنا مباركا مثل قدر الجذور. آمين. آمين. ستكون رايتنا ظلا تحتمي تحتها. لنذهب الآن إلى القبيلة بخير وسلام، ولنجعل من سيوفنا رفقاء في دربنا، ورايتنا شعارا للأمان والسلام في العالم كله، وبتوفيق من الله سننشر العدالة في كل أصقاع الأرض. الله أكبر.